السلام عليكم أخواتي وإخواني متابعي قناة الصحة الغذائية. اليوم إن شاء الله سنتعرف وسنتناول موضوع الهيموغلوبين، وحتى نلم بهذا الموضوع سنحاول أن نجيب على التساؤلات التالية: ما هو الهيموغلوبين؟ ما هي أعراض انخفاض الهيموغلوبين للجسم؟ ما هي طرق زيادة الهيموغلوبين في الدم؟ للهيموغلوبين أخواتي إخواني أهمية كبيرة في الجسم، حيث يساعد في أداء العديد من الوظائف المختلفة، ومن خلال طرق طبيعية يمكن زيادة نسبته بالدم. إذا ما هو الهيموغلوبين؟ الهيموغلوبين أخواتي إخواني هو بروتين غني بالحديد موجود في خلايا الدم الحمراء، وهذه الخلايا المسؤولة عن حمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وبالإضافة إلى نقل الأكسجين أخواتي إخواني يقوم الهيموغلوبين بنقل ثاني أكسيد الكربون CO2 من الخلايا إلى الرئتين، ثم يتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون إلى الخارج أثناء عملية التنفس. وبالتالي أخواتي إخواني فإن انخفاض الهيموغلوبين يسبب صعوبة قيام الجسم بأداء هذه الوظائف، وهي وظائف حيوية جدا. ما هي أعراض انخفاض الهيموغلوبين بالجسم؟ في حالة أخواتي إخواني انخفاض مستوى الهيموغلوبين بالجسم يمكن ملاحظة بعض الأعراض، ومنها ضعف الشهية، ويتجلى في عدم القدرة على تناول الطعام والشعور بالغثيان والميل للقيء. وهناك أخواتي إخواني آلام الرأس، حيث من أبرز الأعراض انخفاض الهيموغلوبين في الدم هو الشعور بالصداع والإرهاق الشديد والدوار والدوخة. ولا ننسى أخواتي إخواني ضيق التنفس، وذلك يرجع أو يعزى أو يفسر بعدم وصول وتدفق الدم إلى مختلف أنحاء الجسم بشكل طبيعي. ولا نغفل أخواتي إخواني عدم انتظام ضربات القلب، فإنه يمكن أن يصاب القلب بالخفقان بسبب ضيق التنفس. إذا ما هي طرق زيادة الهيموغلوبين بالدم؟ من خلال بعض الطرق الطبيعية أخواتي إخواني يمكن زيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم، ومنها تناول الأطعمة الغنية بالحديد، حيث يساعد الحديد كما نعلم في زيادة إنتاج الهيموغلوبين، كذلك يساهم في تكوين المزيد من خلايا الدم الحمراء، ولكن بدون مبالغة، خاصة أقراص الحديد، لأن عنصر الحديد مؤكسد قوي جدا يمكن أن يسبب السرطان، لذا ينبغي استشارة الطبيب. ومن أبرز الأطعمة الغنية بالحديد التي يجب إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي، هناك اللحوم الطبيعية غير مسمنة بالهرمونات، وهي اللحوم الحمراء، وكذلك الأسماك بمختلف أصنافها، والبيض البلدي، والفواكه المجففة مثل التمر والتين والزبيب، كذلك الكرنب والشيفلور والملفوف والبروكلي، والخضروات الورقية مثل الكرفس والبقدونس، وكذلك الخس والخبيزة والسرق والسكوم والسبانخ واللفت، وكذلك الفاصوليا الخضراء أي اللوبيا الخضراء، والمكسرات كاللوز والجوز أي القرقاع وكاوكاو أي الفول السوداني. وفي حالة انخفاض الشديد لنسبة الحديد في الجسم يمكن أخواتي إخواني أن يوصي الطبيب بتناول مكملات الحديد. ولا ننسى أخواتي إخواني تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك أي B9، ويسمى أيضا بفولات، وهو نوع من فيتامين B، ويلعب دور أساسي في إنتاج الهيموغلوبين، حيث يستخدم الفولات أي B9 لإنتاج الهيم، وهو أحد مكونات الهيموغلوبين الذي يساعد في نقل أو في حمل الأكسجين. وإذا لم يحصل الجسم على ما يكفيه من الفولات أي من فيتامين B9 أي حمض الفوليك، فلن تتمكن خلايا الدم الحمراء من النضج، مما يؤدي إلى فقر الدم أي الأنيميا الناتج عن نقص حمض الفوليك B9، وبالتالي أخواتي إخواني انخفاض مستوى الهيموغلوبين بالدم. ويمكن الحصول على حمض الفوليك أي B9 من عدة مصادر غذائية طبيعية، وأهمها اللحوم أو اللحم البقري واللحم الغنم إلى غير ذلك، واللحم الإبل، وكذلك الخبيزة والسلق والخس والبقدونس أي المدنوس والسبانخ
والأرز بقشرته والفول السوداني أي الكاوكاو والجلبانة وكذلك الأفوكادو. وتستدعي بعض حالات تناول مكملات حمض الفوليك وفقا لرأي الطبيب طبعا. وينبغي أخواتي إخواني تحسين امتصاص الحديد بجسم، حيث لا يجب الاكتفاء بتناول الأطعمة الغنية بالحديد، وإنما يجب تعزيز وتقوية امتصاص الحديد بالجسم من خلال بعض الأطعمة التي تساعد في ذلك، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الحمضيات كالحامض والبرتقال والمندرين، بالإضافة إلى فواكه أخرى مثل الفراولة والخضار وخاصة الخضروات الورقية التي ذكرناها سابقا، والأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل السمك والكبد والقرعيات والبطاطا الحلوة واللفت، والأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين مثل الجزر والبطاطا الحلوة والقرعيات والشمام أي البطيخ بكل أنواعه والمانجو. ولكن لا ينصح بالإفراط في تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ لأنه يمكن أن يشكل ضررا على الصحة، وقد يؤدي للإصابة بآلام عظام وكذلك الصداع الشديد وزيادة الضغط داخل المخ. وتجنب أخواتي إخواني المشروبات التي تقلل امتصاص الحديد وخاصة في حالات انخفاض نسبة الهيموغلوبين بالدم، وتشمل هذه المشروبات الشاي والقهوة بالإضافة إلى المشروبات الغازية. ولا ننسى أخواتي إخواني تناول التفاح بانتظام، حيث يساعد التفاح في الحفاظ على المستوى الطبيعي للهيموغلوبين بالدم، حيث أنه غني بالحديد بالإضافة إلى العناصر الغذائية الصحية الأخرى. ينصح بتناول تفاحة واحدة يوميا أو شرب عصير طبيعي مكون من نصف تفاحة ونصف من عصير البنجر أي البربع مرتين يوميا، وكذلك تناول الرمان بانتظام لأن الرمان مصدر غني بالكالسيوم والحديد إلى جانب البروتين والكربوهيدرات والألياف، ويعتبر من أفضل الأطعمة التي ترفع من مستوى الهيموغلوبين بالدم بفضل القيمة الغذائية التي يتمتع بها أي فاكهة الرمان. وبفضل تناول عصير الرمان يوميا لضمان الحفاظ على مستويات الهيموغلوبين الطبيعية في الدم، وتناول كذلك شاي القراص أي الحريقة أو الحريقة التي تنبت كما نعلم في الحقول وفي جوانب الطرقات في البوادي، لأن نبات القراص أخواتي إخواني هو مصدر جيد لفيتامين بي والحديد وفيتامين سي، ويمكن أن يلعب دورا رئيسيا في رفع مستوى الهيموغلوبين بالدم. ولصنع الشاي القراص أو الشاي الحريقة يتم إضافة ملعقتين صغيرتين من أوراق الحريقة المجففة في المنزل وفي الظل إلى كوب ماء ساخن وتركها لمدة 10 دقائق، ثم يصفى ويضاف له ملعقة من العسل الأبيض أو العادي، ويتم تناوله مرتين يوميا خلال فترة العلاج. ولا نهمل أخواتي إخواني ممارسة الرياضة، فعند ممارسة الرياضة يقوم الجسم تلقائيا بإنتاج المزيد من الهيموغلوبين لتلبية الطلب المتزايد على الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ولذلك ينصح بالانتظام على ممارسة الرياضة بشكل يومي إلى جانب تناول النظام الغذائي الصحي. وحتى لا أطيل عليكم أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.